السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا وياكم في فيديو جديد، ونتمنى من عندكم تشتركون بالقناة حتى يوصلكم كل ما هو جديد وخليكم ويانا. في بدايات الأمر إخواننا الأعزاء، إنه أكو بعض الناس صار عندهم شلون المودة من يتكبر أو يحس بنفسه هو يعني بمكان معين، فيحب يعني أو يزيد عنده نسبة الحب النفسي او التكبر على الناس، وكانما هو بس هو بالواقع والناس يعني كانما لا شيء. حقيقه يعني انت من ترجع الواقع الحال، الانسان مهما يكون او مهما يريد يطول عمره، يعني نتيجتك انت وين اليوم باشر عقبه نتيجتك انت القبر او القبر. يعني انت بكل الاحوال مجرد وسيله تعيش بالحياه، يعني حالك حال اي مخلوق الله خالقه، انت تعيش بهذه الحياة، وبالتالي الحياة هي فانية وخرسانة. وهنيال بهالوقت اللي يسوي زينة، لانه انت ما تعرف سبحان الله ربك ياخذ امانته باي لحظة. فالتكبر للأسف عندنا بعض الناس يعني يحس وكأنما هو يعني بس هو الصح وبس هو المخلوق، والبقية هاي مخلوقات يعني وكأنما لا شيء. حقيقة يعني ماكو واحد هو وماكو انسان يعني عايش على انسان، وماكو إنسان يعني أنت الهوى بيدك على مدة قطعة عن ناس الغيرك. فبالتالي يعني الإنسانية والمروة والرحمة ربك ذني خلقن بالإنسان على مود يكون إنسان. أنت الإنسان إذا تجرد ذني الأشياء من عنده، يعني ما أعتقد راح يكون هو إنسان، لأن يعني أنت جردت الأشياء الأساسية بيك لكونه هو إنسان، فما راح يبقى يعني يبقى إنسان بدون رحمة. والإنسان الله خلقه يكون عطوف، ويكون عنده يعني أشياء بداخله وقلب يحن بيه أو يحس بيه أو يعرف الصح من الخطأ. فبالتالي أنت من تنظر لهيك ناس يعني وتشوف عنده هذا التكبر وتشوف عنده الأنانية، بالتالي راح تتولد عندك صورة أنه تقول حرامات، يعني سبحان الله حرامات هذا يكون إنسان. يعني هسه أنت لا تقيس مقاييس كلش هواي، يعني كل شوية مجتمعنا وبناسنا هاي الناس وهاي الصفة موجودة وبكيف. فبالتالي الإنسانية انخلقت بالإنسان على لكونها هو إنسان. أنت إذا تجرد الإنسانية من الإنسان فما راح يبقى مجرد يعني جسمه يتحرك ولسانه يعني وعيونه يشوفن قدام. فالإنسانية كلش حلوة، وبالتالي أنت من تريد تتكبر على أخوك الإنسان أو أي إنسان أنت من تتكبر عليه، هو ماكو أنت شخص عايش على موت شخص، ولا أنت مثل الهوى بيدك وتقطع على الناس. بالتالي أنت من تسوي هذا الشيء أنت مو أنت راح تحس نفسك صح، يعني أنت أفضل من عدهم بمكانك أو هاي شيء خاص بك، لكن بالتالي انت حتى الناس راح تقلل قيمة مالتك الاحترام. لانه انت هسه اذا تشوف الامام علي سلام الله عليه كان انسان يعني امير او رجل بسيط ويا الناس ويا عامة الناس يمشي ويتكلم، زين كيف لا انت اصلا مالك اي وجود بامر الواقع، يعني مجرد انت هيكل او انسان وشين يعني. فالتكبر ما له اي داعي يا اخوان، وحتى لو تتكبر على نفسك، ماكو انسان محتاج انسان ولا اكو شخص محتاج شخص. مهما يكون الشخص لازم يرجع لامر الواقع يا اخوان. انت حقيقه يعني انت اذا تريد ترجع لامر الواقع، بالتالي انت ايامك معدوده، وسبحان الله جوز اليوم يا ربك ياخذ الاجل او تنتهي تروح تطقك سبحان الله مرض ما راح تخلص من عد. لا راح يفيدك منصبك ولا مكانك ولا ناسك اللي حواليك منا ومنا اللي هي كانت جاي شيم بيك بحيث انت تندفع على اشياء او شغلات بالغنى انت عنها، وبعدين راح تروح التهلكة. لا ربك راح يرضى عليك ولا ناس. حقيقة شخص يسولف لي يقول هذا اكو شخص يعني هي الشيء بالشيء يذكر، يقول يوما ما كنت امشي بالطريق يعني فجاي اشوف اكو ناس كل شهواء يعني مكان او بيت هو بهذا المنطقة، فيقول هذا يعني علي ناس جاي تجي وتروح واشخاص يعني علي، فما اعرف يقول يعني كانت بوقتها الناس ملتمة على هذا المكان. فيقول يوم من الايام اجيت شفت هذا المكان فارق وموحش يعني ما بي اي انسان، وقريت لافتة يقول مكتوبة بانه هذا الشخص يعني متوفي. فشوف انت من توفيت ومتى تروحت مكانك بقى فارق وما حد يوصلك وما حد يعرفك شنو انت. الناس هاي من كانت تجيك وانت
يعني يشوفونك بهذا المكان، هم مو حبا بيك ياخذون غاياتهم او ياخذون اشياءهم وبالتالي يعوفك. بالتالي انت رحت اللي مكانك الرئيسي اللي هو اللي القبر مالتك، المكانك الابدي اللي راح تكون بيه، او رحت وما فادتك يعني لا مكانتك ولا اللي انت جاي تملكه. فبالتالي الانسان مهما يكون انت يعني عايش بالدنيا اشياء بسيطه، يعني كانما تاكل لك اكله تاكلها وتنتهي. العمر هذا هو هيك يعني حقيقه، يعني انت لو تنظر لها كانما شلون نفس يصعد ما ينزل، او اكله تاكلها وتروح. بالتالي العمر هالشكل هذا يعني ايامك معدوده، والعمر يعني انت ذات تقيسه تعيش 10 20 100. بالتالي كل انسان وله عمر محدد ويموت، والانسانيه ماكو احلى من عتا. والتكبر على المتكبر عباده، الانسان من يتكبر، انت من تتكبر عليه يعني هذه عباده، لانه هو يشوف نفسه يعني يحس روحه هو كبير او ما اعرف شنو كبير بالماده مالته. ابدا حقيقه يعني انت مهما يكون لا ماده تفيدك ولا اللي بظهرك يدعمك يقول لك يفيدك، ماكو اهم شيء من الانسانيه او ربك. اذا كان ربك وياك فلا تخاف من اي شيء يا اخوان. حقيقه يعني انت لو تنظر لها الدنيا هي خاصانه، والناس يعني ما اعرف جاي تروح باشياء بعيده عن رضا الله وعن رضا الناس وعن المجتمع. يعني حقيقه انه قبل ناسنا وابائنا واجدادنا يسولفون، كان الشباب او حتى الانسان يعني الطفل ما يقدر يفتح الباب ويطلع اذا ما يشور اهله او يطلع المكان ما. حتى الشاب بذاك الوقت نفس الحالة. أما أنت هسه طفل 5 سنين 6 سنوات تطلع وما تعرف وين يروح، كيف لا هي الشباب. فبالتالي يا أخوان الإنسان المفروض يصلح نفسه قبل ما يصلح الآخرين، وبالتالي ماكو إنسان ما يخطأ، كل إنسان خطأ. وبني آدم مو معصوم، إذا مو معصوم أكيد فيخطأ. وأنت من تتعلم من الخطأ مو عيب، ماكو إنسان ما خاطئ مهما يكون، من كان هو صغير او هو كبير بالعمر يخطا، ماكو انسان ما يخطا. وهي هاي الدنيا يعني تعيشها اليوم باكر تموتها، تطلع اجيال شباب وتصير ناس كبار وتموت، وهكذا هي الحياه. بالتالي قد اكو ناس قبلنا يعني عاشت واي، كلش هواي ناس عاشت قبلنا قبل الاف السنين، اجت اجيال ابو اجيال. انت هسه ترجع للواقع ابائنا واجدادنا والقبل والقبلهم، انت من ترجع للواقع انت هسه ما تعرفهم يعني، وانما تقدر تقول صاروا وهم بعد يعني شلون غرباء، لانه انت ما ملحق عليهم بائك ولا اجدادك، فيكونون هم يعني شلون صاروا بهذا الواقع غرباء. فالقصد من الكلام اللي نحكيه انه الانسان مهما يعيش يعني مهما تريد انت تملك، ما تاخذ وياك فقط القماش الابيض والحفره اللي هي متر او مترين وهذا مكانك. إذا حصلتهن والله أعلم جوز إحنا نموت وما نحصلهن. والحمد لله على كل حال، نتمنى ما أطلنا عليكم، وبنهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.